الحقيقة مبسوطة جدا وسعيدة بوجودي في اللانش ايفنت الخاص بريتش كونسل. تم دعوتي من خلال بريتش كونسل بصفتي مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين. الموضوع الحقيقة اللي بيدور حواليه اللانش مفيد جدا ومرائم جدا العصر، هو الخاص بالطالب المعاصر، وبيدور حوالين ازاي الطالب يكتسب المهارات الأساسية او الكور سكيلز اللي هيقدر بيها يواجه العصر. فأنا من وجهة نظري أو ده ممكن حيفيدني بأن الطالب لا يمكن أن يكتسب هذه المهارات إلا من خلال معلم بالفعل، معلم المعاصر. المعلم المعاصر هو اللي يمتلك بالفعل المعلومات باعتباره قدوة اللي هيقدر ينقلها إلى الطالب. فأنا من خلال اليوم النهاردة أو اليومين اللي أنا قضيتهم الحقيقة في الإيفنت، أكيد هنراجع برامجنا البرامج التدريبية اللي بنقدمها للمعلمين، بحيث أن هي من خلالها هيكتسب المعلمين هذه المهارات، يعني خاصة المعلم المبتدئ. المفروض المعلمين المبتدئين اللي هم الجدد أن هم يكتسبوا هذه المهارات من خلال تدريبهم. المعلم المعاصر هو المعلم الباحث، هو المعلم القائد، هو المعلم اللي بيبحث عن المعلومة، هو المعلم اللي يستخدم أسلوب problem solving. وأعتقد كل دي هتكون تكتسبها من خلال أساليب التدريس المتنوعة اللي بيقدمها للطالب، ومن ثم هنحقق الهدف الأساسي من الإيفنت اللي احنا موجودين فيه.